قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا حديثا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتبديرا لا إله إلا الله المتفرد بتصريف تعظيما وتكبيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحان العزيز الوهاب سبحان الغفور التواب سبحان من لا نثل قدرته الشدائد الصلاب وعلمتنا الحكمة والقرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لك الحمد كما الحكمة والقرآن ولك الحمد كما أعنتنا ووفقتنا لإتمام القرآن ولك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه ولك الحمد كما جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس اللهم لك الحمد كثيرا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى أوطاننا وأوطان المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجاء
سخطك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من إكمال القرآن العظيم اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولأوامره مطبقين وعند ختمه من اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وبه إلى أعلى جناتك سابقين اللهم اجعله شافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن وسامحنا عما بدر من الخطأ والنسيان والتحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان يا منان يا رحمن اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار والتابعين الأخيار ونسألك أن تجعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك من المقبولين المعتقين من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك
المشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم كن له على الحق مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا واجعله على أعدائك سيفا شهيرا. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه الثاني وسائر إخوانه ووزرائه وأعوانه وجنوده إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم إلى ما فيه صلاح أحوال المسلمين في كل مكان واجزهم خيرا على ما قدموا للإسلام والمسلمين ولما بذلوا من خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا لا نستطيع مكافأتهم ومجازاتهم على ما قدموا وليس منا إلا الدعاء لهم. فاللهم تقبل ما ندعو لهم يا حي يا قيوم واجعل ما قدموا للإسلام والمسلمين في صحائف أعمالهم وفي ميزان حسناتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم زدهم من الهدى والتوفيق. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رحيم يا ودود. اللهم يا ذا الملك والملكوت والعز والجبروت يا فالق الحب و
والنوى يا فاطر السماوات والأرض يا مبدع الكائنات ويا قاضي الحاجات نسألك ألا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وسره وعلانيته يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كل الأرامل والفقراء والمساكين والمظلومين والمضطهدين اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين اللهم فك أسره من الغاصبين اللهم أعده شامخا عزيزا إلى حوزة المسلمين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم لا تمكن لأعدائك في بلاد المسلمين ومقدساتهم يا حي يا قيوم اللهم إنك تعلم ما فعل أعداؤنا بإخواننا في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك أنجز للمسلمين ما وعدتهم يا حي يا قيوم يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والإنعام نسألك أن تعجل لأوليائك النصر والفرج والعافية في كل مكان اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك اللهم انصرهم على الصرف الظالمين اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجوعى فأطعمهم وعراة فاكسهم اللهم أغلقت في وجوههم الأبواب ولم يبق إلا باب الحي القيوم القادر الناصر اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم اللهم
كان يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم في الصومال وأريتريا وبورما وكشمير على البوذيين الوثنيين. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لبلادهم ومجتمعاتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الفقه في الدين. اللهم ارزقهم التلاحم مع قيادتهم وعلمائهم يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنهم شهوات المغرضين وشبهات الحاقدين يا رب العالمين. اللهم أشغلهم بمعالي الأمور واصرف عنهم سفاسفها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق نساء المسلمين. اللهم احفظهن من التبرج والسفور. اللهم جملهن بالحجاب والحياء والحشمة والوقار يا رب العالمين. اللهم انصر الدعاة إلى سبيلك والمجاهدين في سبيلك واربط على قلوبهم واجمع قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وبارك في جهود العاملين للإسلام في كل مكان. اللهم بارك لهم في جهودهم ونشاطهم وثبتهم وسددهم يا حي يا قيوم وكف عنهم حقد الحاقدين وأذية الحاسدين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والإخوة والأحباب. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم وفق قادة المسلمين وعلماءهم وشبابهم ونساءهم إلى ما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم إن هذا الجمع العظيم يذكرنا بيوم الحشر العظيم يوم تتطاير الصحف وتنصب الموازين. اللهم فكلنا راحما. اللهم كن بنا غفورا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور وكلنا في جميع الأمور إلهنا وخالقنا ورازقنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ وهل في الكون إله غيرك فيرجى؟ إلى من نلتجئ وأنت الرحيم الغافر؟ وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المغيث الغافر؟ يا من ليس معه رب فيدعى ولا ملك فيرجى ولا شافع فيغشى، إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما ألطفك بمن سألك وما أكرمك بمن أملك. إلهنا وربنا نصبنا لك وجوهنا ومددنا إليك أكفنا. اللهم هؤلاء عبادك أتوا من كل فج عميق في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، تركوا أهليهم وأموالهم وأعمالهم يريدون جنتك ويخافون نارك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، اللهم فأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم لا تخيب رجاءهم، اللهم لا تخيب رجاءهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم. اللهم اقبل توبتهم وامح حوبتهم وسدد سهامهم وآراءهم، وارزقهم التوبة والإخلاص والمغفرة والمثوبة والعتق من النار. يا غفار يا رحمن يا باسط اليدين بالعطايا، يا من له علت الوجوه، يا من يقول للشيء كن فيكون. نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين فينا في المسيئين يا أرحم الراحمين. يا من لا يزداد على السؤال إلا برا وإحسانا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وامتنانا. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا يا حي يا قيوم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا جابر كسر المنكسرين، يا غياث المستغيثين. نسألك أن تقبلنا في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم اقبلنا في هذه الليلة أجمعين، وزدنا من الصالحات، واختم لنا بالخير يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم أوردنا حوضه. اللهم أوردنا حوضه. واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا وعلمائنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم. وصل على محمد ما تلاحمت الغيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله.